يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أشرطة يوجد فيها قصص، مثل شخص مات وهو يزني وشخص مات وهو يشرب الخمر، فهل يجوز مثل هذه الأشرطة؟ لا، الكذب لا يجوز والتهويل على الناس ما يجوز. يكفينا ما جاء في القرآن والسنة من الوعيد الشديد ومن العقوبات التي وضعها الله من الحدود. أما أننا نشتغل بالقصص والخيالات ونقول هذا علشان الخوف الناس، لا يجوز هذا. نعم.